السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائي الأعزاء، طلبة الفرقة الرابعة، المجموعة الأولى والثالثة، وإن شاء الله معاكم دكتور عيد رشاد عبد القادر، مدرس الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس، والمحاضرة الخامسة في الاقتصاد. هنتكلم في المشكلة السابعة، وهي ارتفاع أو زيادة حجم الدين العام الداخلي والخارجي وتزايد أعباء خدمتهما. المشكلة اللي فاتت أو المشكلة السادسة كنا اتكلمنا في مشكلة عجز الموازنة العامة للدولة، وقلنا إن هناك عجز كبير جدا في الموازنة، وبالتالي المشكلة السابعة اللي هتترتب على العجز هي الديون، لأن العجز ده لابد له من تمويل. طيب هيمول العجز منين؟ من الاقتراض، والاقتراض هيرتب ديون. يبقى تعالوا نشوف بقى إن إيه عجز الموازنة بيمول منين؟ عجز الموازنة بيمول من الاقتراض، سواء اقتراض محلي يعني من داخل مصر، أو اقتراض خارجي من منظمات دولية أو هيئات دولية. طيب مع زيادة العجز يتزايد حجم الدين، مش احنا قلنا في عجز هيكلي في مصر يعني عجز دائم، فالعجز الدائم يعني تراكم لحجم الديون. طبعا في حصلت أزمة مديونية عالمية في الثمانينات، كانت مصر من ضمن الدول اللي هي كانت غير قادرة على سداد ديونها، وبالتالي الحكومة لما حصلت الأزمة المالية العالمية، الأزمة المديونية في الثمانينات من القرن العشرين، الحكومة بدأت تتجه للتمويل المحلي للعجز بدل التمويل الخارجي، يعني اعتمدت على التمويل المحلي في عجز الموازنة. عشان كده زادت نسبة التمويل المحلي للعجز من سنة ستة من 66% فترة انفتاح الاقتصادي إلى 96% في الفترة بعد يناير، والشكل ده البياني هيبين الكلام ده. الشكل ده بيقول إيه؟ بيبين التمويل المحلي والخارجي للعجز. في الفترة من 75 ل 80 كانت 34% من العجز يمول خارجي، والنسبة الباقية بتمول إيه؟ محليا. النسبة دي قلت ل 22% ثم 11 ثم 7.2 ثم 3.9%. يتضح ان هناك انخفاض في التمويل الخارجي للعجز مقابل بقى ايه زيادة التمويل المحلي للعجز. يعني اصبح النهاردة في الخمس سنوات بعد ثورة يناير 96% من عجز الموازنة، او 96.1% من عجز الموازنة يمول بالاقتراض داخلي. اقتراض داخلي يعني من داخل مصر، يعني دين عام داخلي، والاقتراض الخارجي او التمويل الخارجي نسبته قليلة، اقل من 4%. بعد كده طيب قلنا هناك زيادة في التمويل المحلي للعجز، يبقى اذا هناك زيادة في حجم الدين العام الداخلي. طبعا الدين العام الداخلي ده هو عبارة عن مبالغ بتقترضها الحكومة من مصادر داخلية لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة. طبعا العجز ده زاد بنسبة كبيرة جدا زي ما هنشوف الشكل البياني ده. تعالوا نشوف حجم الدين العام المحلي مش ازاي. في الفترة من يونيو 2010 إلى يونيو 2019، في العشر سنوات الأخيرة، حجم الدين في مصر مش ازاي. كان في يونيو 2010 قبل ثورة يناير كان 888.7 مليار جنيه، بنسبة 73.6% من الناتج المحلي الأجمالي. النسبة اللي فوق دي كانت بتقيس الدين العام كنسبة من الناتج، لكن الرقم ده الرقم بالمليار جنيه، ده حجم الدين العام. طيب هنشوف النسبة دي، الدين العام الداخلي أهو عمال يزيد في العشر سنوات الأخيرة. بصوا ماذا تلاحظ، على في زيادة كبيرة جدا في حجم الدين. يعني كان في يونيو 2010 أقل من 900 مليار، بقى في يونيو 2019 بقى حوالي 4288 مليار، يعني حوالي 4.3 تريليون، تقريبا 5 أضعاف حجم الدين العام قبل ثورة يناير. يعني الدين العام الداخلي تضاعف حوالي 5 مرات في الفترة من يونيو 2010 ليونيو 2000 في 10 سنوات. الدين العام ضبل 5 مرات كرقم مطلق، ولكنه كنسبة من الناتج كان في تزايد من يونيو 2010 إلى يونيو 2016، وصل ذروته في يونيو 2016، كانت بلغت نسبته من الناتج 96.7%. كان الدين العام ساعتها
2620.7 مليار جنيه بنسبة 96.7% من الناتج. لكن بداية بقى من يونيو 2017 ويونيو 2018 2019 بدأ العجز، على الرغم انه بيزيد كرقم مطلق اهو، على الرغم انه بيزيد كرقم مطلق، الا انه كنسبة من الناتج بدأ يتجه الى انخفاض. انخفض في يونيو 2017 الى 91.1، وفي يونيو 2018 83.3، والموازنة الحالية اللي هي موازنة 19 بتستهدف انه يوصل ل 80.6%. طيب الاتجاه للانخفاض ده نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادي، يعني من بعد، لأن البرنامج طبق من السنة المالية 16-17، وبالتالي بدأت الدين العام كنسبة من الناتج يتجه للانخفاض، لأن برنامج الإصلاح الاقتصادي بيهدف إلى وضع الدين العام على مسار تنازلي، عايز يخفض نسبته من الناتج. عشان كده الدين العام ده نسبة من الناتج، بنقسم الدين على الناتج ونضرب في 100، يدينا النسبة المئوية اللي هي النسبة اللي قدامنا دي. طيب يمكن تخفيض النسبة دي من خلال زيادة النمو الاقتصادي، يعني نزود نكبر حجم الناتج عشان لما نقسم عليه الدين نسبته تقل، أو نقلل الدين العام. فبرنامج الإصلاح الاقتصادي في الفترة دي بيتجه إنه يزود معدل النمو الاقتصادي علشان الجي دي بي اللي هو الناتج المحلي الإجمالي يزيد، فالدين العام الداخلي كنسبة من الناتج إيه؟ ينخفض. ده الدين العام الداخلي. لو جينا بعد كده نبص للدين العام الخارجي، طبعا الدين العام الخارجي دي عبارة عن المبالغ المقترضة من الجهات الخارجية بالعملة الأجنبية، سواء بقى من منظمات دولية زي صندوق النقد، الاقتراض من صندوق النقد أو البنك الدولي أو حكومات أجنبية أو حتى مؤسسات تجارية خاصة. طبعا الدين العام الخارجي في مصر كان في حدود الآمنة، وكان كويس جدا لغاية قبل ثورة 25 يناير، زاد زيادة كبيرة جدا وتضاعف حوالي 3 أضعاف بعد ثورة 25 يناير. طيب نشوف الشكل ونعلق عليه برضو. نفس العشر سنوات من يونيو 2010 إلى يونيو 2019، آخر 10 سنوات، تعال نشوف شكل الدين العام الخارجي بقى، الدين الخارجي دوت بالمليار دولار. تعالوا نشوف الدنيا ماشية ازاي. كان في قبل ثورة يناير كان 33.7 مليار دولار بنسبة 15.9% من الناتج المحلي الإجمالي. فضل أهو بيتجه، يعني لغاية يونيو 2016 كان معقول 55 مليار 55.8 مليار دولار في يونيو 2016. بص بقى من يونيو 2017 طلع ازاي. في السنة المالية اللي طبقنا فيها برنامج الإصلاح الاقتصادي رفع حجم الدين العام من خمس الدين العام الخارجي من 55.8 مليار دولار في يونيو 2016 إلى 79 مليار بنسبة كام في الناتج؟ 41.1% من الناتج. بعد شوف قبل ثورة يناير كان كام؟ كان 15% وحوالي 16%، زاد زيادة كبيرة جدا الدين العام الداخلي في كام سنة دول، الدين العام الخارجي سوري. لكن بقى برنامج الإصلاح الاقتصادي بقى بدأ يخفضه كنسبة من الناتج، على الرغم إن الدين العام الخارجي بيزيد كرقم مطلق أهو، بقى 92.6 في 2018، وصل 108 مليار و7 فاصل 7 من 10 في يونيو 2000 وايه يونيو 2019، ده اخر رقم للدين معلن اللي هو 108.7 من 10. شوف بقى كان كام بقى قبل ثورة يناير، كان كام؟ كان 33. 33 دي يعني الدين العام الخارجي اكتر من 3 اضعاف في 10 سنوات، واصبح اخر رقم ليه ان هو 36% من الناتج المحلي الاجمالي. اذا هناك زياده كبيره في حجم الدين العام الداخلي والخارجي الاثنين مع بعض زادوا جدا، ما هو ده طبيعي للزياده الكبيره في العجز في الموازنه. يبقى اصلاح الدين العام واصلاح الكلام ده كله، لازم نصلح الاول العجز في الموازنه العامه للدوله. طيب الاصلاح، طيب الدين العام الداخلي زاد والخارجي زاد، الاثنين زادوا زياده كبيره زي ما شفنا بالارقام. طيب اكيد خدمه الدين العام هتزيد. خدمه الدين العام دي عباره عن ايه؟ القسط بتاع الدين والفايده. يبقى خدمه الدين العام، يقصد بمصطلح خدمه الدين العام ده مش الفايده بس، القسط والفايده، مجموع الاقساط والفوائد المدفوعه على الدين العام سواء الداخلي او الخارجي، ده اسمه خدمه الايه؟ الدين العام. طيب
الاقساط دي اللي هو الاقساط والفوائد، الفوائد دي الباب الثالث في النفقات، والاقساط اللي هو سداد القروض الباب الثامن في النفقات. يعني البابين الثالث اللي هو الفوائد في النفقات العامة، والباب الثامن في الاستخدامات اللي هو سداد القروض، الاثنين دول اسمهم خدمة الدين العام. طبعا دول اكيد هيزيدوا مع زيادة الدين العام. طيب انا هتكلم من خلال الارقام. تعالوا نشوف خدمة الدين العام زادت قد ايه. برضو في نفس الفترة، واخدها من يونيو 2010 ليونيو 2020 في خلال 11 سنة. بص بقى كان قد ايه. مصر كانت بتدفع دي خدمة دين 98 في قبل يناير، قبل ثورة يناير في يونيو 2010، 98 و8 من 10 مليار جنيه، اللي هما انهي بابين؟ الباب الثالث الفوائد والاقساط. خدمة الدين كانت اقل من 100 مليار جنيه. بنسبة كام في المية بقى؟ انا سيبها هنا للايرادات العامة، كان حوالي 36 و7 من 10 في المية من ايرادات الدولة، 36% من ايرادات العامة، فلوس الدولة بتروح كمصروفات لخدمة الدين. تخيل بقى النسبة ديت اخذت في الزيادة اهو. بص وصلنا فيها لغاية كام بقى؟ لغاية ما وصلت في يونيو 2016 قبل تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي، وصلت كام بقى؟ 493.8 بنسبة كام في المية من الإيرادات العامة؟ 100.5%، يعني تجاوزت الإيرادات العامة. يعني إيه الكلام؟ يعني لو افترضنا النسبة دي بس 100%، معناها أن إيرادات الدولة والإيرادات العامة كلها بتروح بس في البابين دول الثالث والثامن اللي هم خدمة الدين العام. طب بقية البنود بقى، بقية الست أبواب الأخرى، الأجور والفوائد والدعم والمصروفات الأخرى والاستثمارات، هذه البنود كلها تمول باقتراض جديد. يبقى هنا عشان كده لازم تعرفوا في السنة المالية في اللي هي في يونيو المنتهية في يونيو 2016 اللي هي 15/16، خدمة الدين العام وصلت لدرجة لا يمكن الاستمرار في تحملها. أنا حاطط لك عليها هايلايت أهو بالأصفر. ليه؟ عشان أقول لك خلي بالك وصلت إيه. عشان كده كان برنامج الإصلاح الاقتصادي هنا كان لازم نقف وقفة ونوقف النسبة دي، لأن خلاص يعني الدين هنا غير مستدام، لا يمكن الاستمرار في تحمله. عشان كده برنامج الاصلاح الاقتصادي بقى هتبص بقى السنه دي اهو نزل بيها تاني ل 86% و9 من 10 من الايرادات العامه نزلت، بالرغم ان هي بتزيد كرقم مطلق، الا انها وصلت دلوقتي اخر في يونيو 2020 في الموازنه بتاع السنه دي في يونيو 2020 مستهدف ان هي تكون 83 و3 من 10% من الناتج، 944 و6 من 10 مليار جنيه خدمة الدين. يعني داخلين على تريليون، تقريبا داخلين على 1000 مليار خدمة الدين، اللي هي الفوائد الباب الثالث في الاستخدامات والباب الثامن. طب ده رقم كبير جدا. ما هو ده بقى، هو دي بقى مشكلة مصر. مشكلة مصر هي تكاد تكون في الف دي، ده بندفع تريليون تريليون فوائد واقساط لخدمة الدين. طبعا هنعمل استثمارات بإيه؟ وهنعمل تعليم وصحة وإنفاق وبنية تحتية منين؟ هو ده اللي معطل مصر، هو ده سبب المشاكل اللي هي خدمة الدين العام الإيه؟ الكبيرة دي جدا. طبعا الأرقام دي مصادرها وزارة المالية، الحسابات الختامية مدققة جدا، الأرقام دي مش أرقامي، مدققة جدا من الحسابات الختامية لوزارة المالية المصرية، وزارة المالية. طيب فهمنا كده احنا عايزين نقول ايه. احنا قلنا ان في عجز كبير جدا في الموازنة، والعجز ده بيتم تمويله اما محليا او اما خارجيا. تمويل محلي بيزود حجم الدين العام الداخلي وشفنا ذلك ازاي، و او خارجيا، والحكومة اتجهت اخيرا في الفترة الاخيرة للتمويل الخارجي للعجز عن طريق القروض اللي خدتها من المنظمات الدولية والكلام ده كله، فده زود خدمة الدين العام اللي احنا وصلت هنا كرقم حوالي 904 في يونيو 2020 السنة دي. طيب ايه بقى المشاكل المترتبة على خدمة الدين العام دي؟ الزيادة. طب هي زيادة خدمة الدين العام دي بتعمل ايه؟ خدمة الدين العام قلنا اللي هي الباب الثالث في النفقات العامة، والاقساط اللي هي الباب الثامن. طيب هنا قدرة الحكومة هنا على زيادة بنود الإنفاق الأخرى صعبة جدا، صعب للحكومة تزود المرتبات والأجور، صعب تزود الاستثمارات والتعليم والصحة، لأن إحنا شفنا حوالي 1000 مليار رايح لخدمة الدين بس، بقية البنود بقى التعليم والصحة والأجور هنزودها منين؟ صعب.
وصعب نخفض نفقات الدين العام دي نفقات يعني لها أولوية، مش هينفع نخفضها. عشان كده إن لازم نقول إن نفقات خدمة الدين العام دي اللي هي في الموازنة السنة دي داخلة على 1000 مليار بتزاحم بقية الإنفاق. بتزاحمه إزاي؟ أنا الفلوس كلها رايحة لخدمة الدين، هعمل إنفاق بإيه؟ في البنية التحتية، كله ممول بالديون. هعمل إنفاق في التعليم إزاي؟ هصرف على رأس المال البشري منين؟ مفيش. طيب عشان كده برنامج الإصلاح الاقتصادي هو بيعمل إيه؟ وقف بقى الدعم وقال وحجم الأجور، وقف الإنفاق ده كله، تمام، عشان يفسح المجال نقدر نخدم الدين بتاعنا وفي نفس الوقت البنية التحتية. عشان كده الحكومة دلوقتي بتصرف أو معظم الإنفاق رايح في حاجتين، رايح في خدمة الدين العام، ورايح في الإنفاق على البنية التحتية. أي بنود بقى أجور ودعم والكلام ده انساها، إن هي تزيد تاني في ظل كده. دي المحاضرة الخامسة في الاقتصاد التطبيقي، وإن شاء الله هنكمل المحاضرة السادسة مع بعض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.